تواصل محافظة بابل إقامة البطولات الرياضية، ومنها بطولة كمال وبناء الأجسام، حيث يتنافس فيها أكثر من 70 لاعباً على بطولة المحافظة، والتي عدها القائمون عليها رافداً مهماً للبطولات التي يقيمها الاتحاد المركزي للعبة من أجل الاستعداد للبطولات الوطنية والدولية القادمة. بطولة المحافظة لبناء الأجسام اللي يقيمها الاتحاد الفرعي برئاستي، طبعا نشكر مديرية الشباب ورياضة محافظة بابل على الدعم مالتها، نشكر الاتحاد المركزي اللي هو دائما سباق بفعل البطولات، واليوم عدد اللاعبين المشاركين 70 لاعب، طبعا هم ذولا رافد للبطولات العراق اللي يقيمها الاتحاد المركزي. مستوى المشاركة يعتبر جيد جدا، شارك أكثر من 70 لاعب في جميع الفئات، حقيقة مستويات واعدة، شباب واعدة، من المؤمن أن يكون لهم دور في رفد المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات القادمة. أجواء تنافسية وتنظيم حاز على رضا المشاركين في هذه البطولة الطامحين لتمثيل العراق في المحافل والبطولات التي تنظم داخل وخارج البلاد. فضل من الاتحاد حيدر مهاوش، يعني والبطوله حسب بها المركز الاول فئه الفيزيك، كانت بطوله كلش حلوه وكلش فعالياتها كلش حلوه، وما بها اي ظلم تحكيمي وما بها اي ظلم من الاتحاد، ولاول مره في منطقه بابل تصير بطوله بهذه الفعاليات والهيئه. حصلت المركز الاول من اصل 8 لاعبين في بطوله المحافظه بقياده المدرب واخوي علي الكرار، وشان اول اعداد اللي بمسيرتي ان شاء الله، والحمد لله والشكر. اندفاع وطموح كبير ممزوج بروح التحدي للظفر بالمراكز المتقدمه في بطوله الشباب في هذه المحافظه، سعيا منهم لاظهار الصوره المشرقه للرياضات المختلفه في هذه المدينه العريقه. من محافظه بابل، معتز العبودي، زاك وستيفن.